مشاهدين. استاذه شذا، استاذه شذا اتفضلي. خير استاذه شذا اتفضلي، انا سامعك. مساء الخير. مساء الخير، اتفضلي. انا بس كان عندي زي اقتراح صغير. مدام اولا بقول لهم ان هم ظروف جدا، برغم ان انا مش متابعه النوع الفن ده، بس انا كنت عندي اقتراح. انت ازاي عايز تنجح وتكمل وانت مش قادر تقتنع ان في مستيك، في غلطه، في حلقه ناقصه؟ الحلقه الناقصه دي اللي بتوصل ما بين نوع الفن بتاعك وما بين ان انت بتوصل لنوع تاني من الجمهور، زي مادموزيل نعمان. يعني مثلا انا عاجبني قوي الراي بتاع مسيو طارق ومادموزيل نعمان. ليه؟ لان انت دلوقتي انت عايز توصل، انت وصلت لناس معينه ومبسوط بيهم وعاملين لك نسب مشاهده عاليه. طب ما هو في نسب اعلى على فكره منع اولادهم من ان هم يشوفوا نوع الاغاني ده، لان فيها كلام مش مظبوط. يعني من كتر انه يعني يحاول يكسب الناس اللي الثانيه، الشريحه اللي ما بتشوفوش. يعني بنحاول مظبوط، وبتنتقده وتقول انه لا ده ممكن يفسد ذوق اولادي. يعني مظبوط. طب انت دلوقتي مش مقتنع ان نوع المزيك بتاعك واحد، انت ازاي هتغير وتنجح وتبقى انجح من غير ما انت تقتنع بنوع المزيك؟ ازاي انت تبقى مش مقتنع ان الاخضر والاحمر والازرق مش ماشيين على بعض بالدرجه دي، مع ان ده ممكن يكون ستايل؟ هو الموضوع البنطلون والتيشيرت، يعني مش فاهم حضرتك. انا طبعا راي حضرتك يحترم، بس يعني احنا بننزل موضه، او مثلا انا شايف ان الحاجه دي انا مناسبه بيا فانا بلبسها. كل واحد ليه ذوق. جميل، ده حريتك الشخصيه. تمام، ده الستايل بتاعك. انا تمام، انا مقتنعه بكل اللي انت بتقوله على فكره، بس كمان مش مقتنعه ان في فنان بيطلع يقعد حاطط رجل على رجل او ايده في جيبه. ما هي دي الديفوت، هي دي الميستيك. انا مش حاطط رجل على رجل والله. الناقصة. هي دي الحلقه الناقصه. اوكي، غاندي انا مقتنع جدا بالكلام اللي بيقوله غاندي. غاندي عنده دماسه في الرد قويه جدا وظريفه وليه حضور. انت كمل ده واقتنع ان المزيك بتاعتك لازم تتغير. ما ينفعش تقول هنخمس سجاره وندخل سجن الستاره حضرتك، وبعد كده تقول لي اصل ده فن هادف. لا حضرتك، هو حضرتك احنا عايزين احنا نطور ونعمل، عايزين نطور ونعمل. انت حضرتك لو هي كانت كلمتنا يعني بالاسلوب ده وفهمتنا، خدتنا مثلا اللي احنا مثلا صحابها ولا مثلا اخوات صغيرين بتوجه لنا رساله، اكيد احنا كنا نستجاب. ما فيش حد ما نفسوش يطور من نفسه ويكبر ويوصل للطبقه يعني لكل طبقات مصر. ما انا مش اكيد كده، مش نفسي افضل كده مثلا معايا مثلا الناس اللي بتسمعني او الاندر جراوند او كده. لا انا عايز اوصل، وعايز اوصل لحضرتك ولابن حضرتك ولاخو حضرتك ولاخت حضرتك، واكيد مش هوصل غير لما اعمل حاجه تليق بكل ده. بس هي توصل لي رساله باسلوب كويس، يعني تنصحني مش تيجي عليا. يعني استاذ طارق قال لا انت المفروض، يعني زي ما كان في عبد الحليم كان في عدويه، زي ما في غندي والجنتل، في تامر حسني، في عمرو دياب. مين قال لك ان انا، مين قال لك ان احنا مش بنسمع الفرنس ولا بنسمع بصيت لروحي فجاه لقيتني كبرت ما هي دي ظريفه مش وحشه. وانت ممكن تكون غنيت صنصاع واثنين حلوين فعلا، بس انت هتكمل ازاي من غير ما تقتنع بالراي الاخر، من غير ما تقتنع ان انت المزيك بتاعتك فعلا واحده؟ انت فرقت ايه دلوقتي عن اوكا واورتيجا اللي اتشهروا قبل منك برغم ان انت بادي قبل منهم؟ لازم تختلف. حتى لو انت عملت واحده شانسون زي دي، اثنين عشره. طيب. انت لازم تحط